هنختم انا وكريم حضراتكم الانترو بتاعنا بخبر مهم جدا، وهو كان عن مباراه طبعا مهمه للبطله التونسيه العربيه انس جابر المصنفه السادسه عالميا. هي كانت في منافسات امبارح، طبعا كنا متابعين كمان بايام قليله قبل المنافسه ايه الاوضاع والكواليس وغيره، لكن للاسف هي خسرت لقب بطوله ويمبلتون للتنس امام المنافسه بتاعتها التشيكيه اللي كانت برضو قويه جدا بصراحه بمجموعتين دون رد. هنقول ان احنا يعني كان عندنا امل طبعا ان انس تفوز بيها، خاصه انت بتتكلم ان هي كان طبعا مستواها في الفترات والماتشات الاخيره اكثر من رائع، في صعود مستمر طبعا. وكنا نتمنى، لان هي فعلا يعني هي بترفع او هي اسم مشرفنا، هي اسم مشرف أكيد. العرب في طبعا. البطولات العالميه الكبرى، مش هتكلم عن بس تونس، يعني هي مشرفه فعلا العرب، حاجه كانت يعني محترمه جدا. لكن على كل حال يعني المباراه استمرت ساعه وعشرين دقيقه، لكن هي خسرت في النهائي. والكلام برضو للعام الثاني يا كريم على التوالي، بس برضو القصه ما وقفتش هنا، عادي جدا انك تخسر مره واثنين وثلاثه وترجع بعد كده تعوض، ده حال مش بس الرياضه، ده حال العالم كله، ده حال الحياه بالمناسبه. مفيش حد بيفضل دايما على التوب او نمبر 1 او اللي هو دايما بيفوز، مفيش حاجه اسمها كده ابدا يعني. فهي بس اللي اتاثر او اللي اثر فينا كمان حالتها ان هي كانت فعلا حزينه او كانت مؤثره بعد المباراه، قالت كم تصريح منهم، هي قالت اعتقد ان دي اكتر هزيمه مؤلمه في مسيرتي، لكنني لن استسلم فساعود اقوى وافوز ببطوله جراند سلام يوما ما، وان شاء الله هتحقق ده. واحنا بنقول لحضراتكم يعني احنا هناخد كلامها ده ان هو فعلا وعد، وهنيجي اليوم او هيجي اليوم انا متاكده ان احنا هنيجي نقول ان هي فازت بالجراند سلام، لان هي لا تقل امكانيات ربما. بس دايما بص يا كريم، انا سمعت الكلمه دي من ابطال كتير جدا، ويقول لك ايه ممكن بطل رياضي ما يفوز، يجي يقول لك ايه يعني الوقت لسه ما جاش، بمعناها كده يعني بالانجلش بتترجم وقتي لسه ما جاش. انت ممكن تكون ناجح في اللي انت بتعمله، ممكن تكون بتقدم افضل ما عندك وبتسعى، بس لسه ما وصلتش للي انت بتسعى ليه، فوقتك لسه ما جاش. بس هل وقتك مش هيجي؟ لا، وقتك هيجي، كل واحد فينا ليه وقته، فوقتك هيجي بس في الوقت اللي ربنا محدده لك، فهي وقتها لسه ما جاش، لكن هي عندها الاصرار وعندها البوتنشال اللي يأهلها، ده المهم وده موجود. فيعني على كل حال هي هنت طبعا المنافسه بتاعتها، واتكلمت ان هي لعبت بشكل رائع جدا، وهي اتكلمت كمان ان هي تعرضت للكثير من الاصابات، لكن هي سعيده جدا وان شاء الله تعوض في كمان الفتره اللي جايه. فيعني تاني هرجع اقول اسم كبير، وان شاء الله يبقى ليها كمان الافضل في الفترات او المواسم القادمه يعني. وهي بالفعل قطعت صوت كبير طبعاً. جدا تجاه يعني تحقيقها لحلمها وحلمنا كلنا كعرب، هو اللي اتحقق لغايه دلوقتي بالنسبه لها ده مش قليل باي حال من الاحوال. نهاوند بتقول لكم دي للمره الثانيه على التوالي اللي تخسر فيها مباراه النهائي في بطوله ويمبلدون. يعني وما بالك ما هي من امتى عندنا لاعبات اصلا كل دوره من هذه البطوله صحيح. بيوصلوا اصلا فيها للدور النهائي، فطبعا ده انجاز كبير في حد ذاته، وان شاء الله اكيد باذن الله هي عندها قدره على تحقيق المزيد من النجاحات.